السلام عليكم everybody, how are you doing؟ مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة اللي غادي يكون عبارة عن اللاتر. إذا اليوم غادي نشوفوا إنشاء, بما أن العديد من التلاميذ كيسولوني في الخاص أو يعني في اليوتيوب على كيفاش نديروا نكتبوا هذا الرايتين, كيفاش نديروا نكتبوا هذا النوع ديال الرايتين. فاليوم قررت أن نخدم لكم الرايتين اللي على الحياة اليومية, بمعنى الروتين اليومي ديالنا, ماشي داك الروتين اليومي ديال الفيسبوك وديال القنوات الاخرين, وانما ديال التلاميذ, يعني شنو كيقراو في الاسبوع, شنو كيقوموا في داخل الاسبوع, وكذلك شنو كيقوموا به في نهاية الاسبوع. لذلك بالنسبة لهذا النوع ديال الانشاء فمحتاجين 2 paragraphs, محتاجين جوج ديال الفقرات. الفقرة الاولى غادي نهضروا على ويك دايز, والفقرة الثانية غادي نهضروا على ويكندز. يعني ضروري غادي يكون الرايتين مختلف ما بين الباراغراف الاولى والثانية. علاش؟ كمثال, فالوقت اللي كننفقوا فيه يعني في داخل الاسبوع ماشي هو الوقت اللي كننفقوا فيه في نهاية الاسبوع. لذلك هاد جوج ديال الفقرات ضروري اننا نكتبوا جوج. والسؤال اللي غيكون مطروح هنا هو شنو غادي نكتبوا في الباراغراف الاولى وشنو غادي نكتبوا في الباراغراف الثانيه. اذا ما تمشيو فين, خليكم معايا حتى الاخير ونشرحوا حاجه حاجه. اذا في الفقره الاولى اللي غادي تكون على ويك دايز اللي هما ايام الاسبوع, فالاشياء اللي خصنا نذكروا فيهم هما هادو. اذا اول حاجه غنهضروا عليها هي ذا تايم يو ويك اب, يعني فوقاش كنفيقوا. بريكفاست الفطور, جيتين ريدي تو سكول فوقاش يعني كنمشيو للمدرسه, باش يعني واش بطوبيس ولا على رجلينا ولا. فيفريت سكول سبجكتس المواد المفضله, سكول سبجكتس يو فايند ديفيكولت المواد اللي كيجيونا صعيبه. وات يو دو افتر يو ريتيرن فروم سكول, اشنو كنديروا من بعد ما نرجعوا من المدرسه. وبالنسبه للفقره الثانيه اللي هي على الويكند نهايه الاسبوع, فهاد هما الاشياء اللي خصنا نذكرهم, فكيكون مختلفين بعض الشيء على الفقره الاولى لانها ما كتكونش يعني الدراسه, وكيكونوا انشطه اخرين ك هاوس وورك, سبورت, ميوزيك, موفيز, اند تايم وي ويك اب. يعني هادشي كامل غادي نذكروه في الفقره الثانيه باش يعني كنحصلوا على نقطه متكامله, ذاكرين كل شيء, فالاستاذ ما كيضيعناش في النقطه. دابا من بعد ما ذكرنا هذه المعلومات كاملين ديال الويك دايز والويكندز, نبداو باول فقره اللي هي ويك دايز, ونحطوا هذه النقط كامل اللي ذكرت لكم في الفقره الاولى. وهنا نبغي نذكر لكم واحد الحاجه اللي هي اساسيه ومهمه جدا جدا, هو التصريف ديال الافعال. اذا بالنسبه للتصريف ديال الافعال ما كنديروش البريزنت كونتينيوس او لا الباست او لا فيوتشر, فقط كنديروا البريزنت سيمبل الحاضر البسيط. علاش؟ حيت هذا التصريف هذا هو اللي كيدل على الهابيتس, على العادات ديالنا يعني الروتين اليومي. ففقط استعملوا البريزنت سيمبل ملي كتبغيو تهضروا على اي فعل. ولاحظتوا هنا فالافعال اللي حاط انا دايرهم في البريزنت سيمبل فقط. اذا هذه هي الفقره الاولى, راني حافظت على داك العناصر اللي كتبت لكم في الويك دايز, دخلتهم كاملين في هذه الفقره هذه. وندوزو للفقره الثانيه اللي على الويكندز. وهنا وصلنا للختام ديال الرساله. اذا هذه هي النهايه ديال الباراغراف الثانيه. اللي بغى يكتب يعني هاد جوج ديال الفقرات او انه يحاول انه يدير بحالهم فيخلي لي تعليق, نقرا التعليق ديالو. ونشوفكم في فيديو قادم, ما تنساوش تقول لي كيفاش جاكم هذا الفيديو هذا في كومونتير, ونشوفكم في فيديو قادم, والسلام عليكم.